محمد رسول الله. الرسول في القرآن. خلق الله بني آدم وزينهم بعقل ميزهم به عن غيرهم، وأمرهم أن يتبعوا منهج العقلانية في أحكامهم، لا أن يتخذوا الانسياق والتقليد منهجاً من غير فهم أو علم. بعد مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تصالحت قبيلتا الأوس والخزرج، وسادت بينهما مجالس الود والمحبة. وبينما هما في مجلس ود، دس يهودي بين القبيلتين وقال: ما بال القبيلتين في وفاق؟ أنسيتما القتل بينكما؟ أنسيتما الأذى الذي لحق بذويكم جراء الحروب التي كانت بينكما؟ فثار الطرفان، وبدأ كل منهما يحرض جماعته لتجديد الحرب فيما بينهما. قال كبير قبيلة الأوس: أنتم من بدأتم الحرب فآذيتمونا وقتلتم رجالنا ويتمتم أطفالنا. غضب كبير قبيلة الخزرج وقال: بل أنتم من بدأتم الحرب حين تحالفتم مع بني النضير وبني قريظة ضدنا. وهذا ما كان، إذ اجتمعت القبيلتان واصطفتا للقتال. وصل الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتى مسرعاً غاضباً مؤنباً، إذ كلمهم ووعظهم ثم صالح بينهم، فنزلت الآية الكريمة: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. محمد رسول الله. الحديث النبوي. الإسلام دين تسامح وسلام، إذ يعتبر قتل النفس البشرية ليس إلا هدماً لما بناه الله تعالى. من المعاصي التقاء المسلمين بالسيف. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، ويونس عن الحسن عن الأحنف ابن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكرة فقال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل
والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه. هكذا وردت رواية هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري، وهو أول وأقوى الصحاح الستة. وقد وردت رواية الحديث ذاته في صحيح مسلم على النحو التالي: لم يرد في سنن الترمذي، وجاءت في سنن أبي داود، وفي سنن النسائي، وختاماً لم يرد في سنن ابن ماجه. محمد رسول الله. صفات النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته الشريفة الأدباء والشعراء، فنظموا قصائد المديح النبوي تقرباً منه وطلباً لشفاعته. سلام، سلام على قبر النبي محمد، نبي الهدى والمصطفى والمؤيد، نبيا هدانا الله بعد ضلالة به، لم نكن لولا هداه لنهتدي. فكان رسول الله مفتاح رحمة من الله أهداها لكل موحد. شهدت على أن لا نبوة بعده، وأن ليس حي بعده بمخلد. سلام على قبر النبي محمد، نبي الهدى والمصطفى والمؤيد، نبي هدانا الله بعد ضلالة به، لم نكن لولا هداه لنهتدي. فكان رسول الله مفتاح رحمة من الله أهداها لكل موحد. شهدت على أن لا نبوة بعده، وأن ليس حي بعده بمخلدي.